اهلا ومرحبا فيكم في حلقه جديده من برنامج رايكم شباب ننطلق في هذه الساعه متواصلين في من الخمس لي ست في مختلف الفقرات ومزيج من القضايا الكثيره راح نطرحها لكم اليوم في فقراتنا من ابداعات شبابيه كثيره مخصصه لكم في هذه الساعه يعني احنا اليوم يمكن راح نتكلم جانب رياضي وفني وايضا جانب المشاريع والابداعات الشبابيه اللي قاعد نشوفها بالفتره الاخيره بشكل واضح وكبير ونتمنى دائما التوفيق لجميع الشباب اللي قاعد يقدمون مثل هذه المشاريع منها أخبار مختلفة راح نقدمها لكم في هذه الحلقة إن شاء الله تستمتعون فيها من فقرات كثيرة طرق تواصل في برنامج رايكم شباب تعودنا دائما تكون ظاهرة أسفل الشاشة وفي التويتر أترايكم أس وأرقام ظاهرة أسفل الشاشة الحاب يتواصل معنا في برنامج رايكم شباب اليوم جاب لكم حقيبة من مختلف الأخبار الكثير راح نتكلم فيها مجهزينها لكم ننطلق في بداية الموضوع وبداية الأخبار هو يعني أخبار منوعة وطريفة نوعا ما أنا يعني يا ريت مكان تكرمون المكان اللي أنا راح أكون فيه أنا بحياتي ما دشيت يمكن إلا مرة أو مرتين تكرمون حمامات الطيارات ما ادري ليش انا ما يعني على مدى طويل ولا ساعات طويله ما احب ادخلها ما ادري ليش شنو الاسباب يمكن تكرمون صوت السيفون مزعج ما ادري شنو الاسباب بس انا, أنا ما أدري بس هذا الخبر له علاقه في تكرمون المراحيض الخاصه في الطائرات لانه وجد كميه كبيره من سبائك الذهب بقيمه مليون دولار في مراحل طائرة طائرة في الهند وإنه شاف أحد عمال تنظيف على 24 سبيكة ذهب تزيد قيمتها على مليون دولار مخبأ أسكم الله في مرحلة طائرة متوقفة في مطار شرق الهند على ما أعلن مسؤول في المطار ويقول لك أن كانت هذه طائرة تبع شركة جيت إيرويز مركونة في مطار كولاكاتا بعد رحلة داخلية قادمة من باتنا الشرق الهند بهذه القيمة بهذا المكان انا ما ادري شنو السبب او شنو الاجراءات اللي حصلت ما بعد هذا الموضوع يمكن هم كانوا يعني انا آه هذا عامل تنظيف جدا المفروض يكافئ على آه يعني امانته اللي هو قال لهم على هذا العدد اللي ممكن يقدر بقيمه مليون وكسور ايا كان ولكن قيمته جدا عالية وهي القيمة الخاصة في سبائك الذهب 24 سبيكة ذهب بهذه القيمة يلقاها عامل تنظيف في هذا المكان شيء يعني يعني ما ادري وايد ايش انا بالنسبه لي اتوقع فيها أن سالفه شنو يابهم لهذا المكان شنو السبب الاساسي في تواجدها ما ادري ولكن هذا الخبر الاول خاص في سبائك الذهب اللي وجد في احدى الطائرات، اما الخبر الثاني لمحبين السفر والسياحه يمكن دائما نسمع بافريقيا بوجودها في الادغال او وجود العديد من الاماكن السياحيه كمناظر ولكن هذا الخبر كاول فندق تحت الماء والفندق من تصميم المهندس السويدي مايكل جمبرج وهو الفندق اللي يعد ثاني من في موجود في جزيرة زنجبار المطلع على المحيط الهندي ويقول لك هذا الفندق يمتد على عمق أربع أمتار تحت الماء يعني اكواريوم انت كأنك في اكواريوم تحت الماء فمصمم بشكل هندسي جميل مثل ما قاعد تشوفون الصور الظاهره على الشاشه ويضم ثلاث طوابق دور علوي بسطح الفندق فوق فوق الماء وطبقين طابقين تحت مستوى الماء يعني دورين تحت الماء ودور فوق الماء يسمح لنوافذ الغرفة أن تطل على الشعب المرجانية تقدرهم وتشوف أنواع مختلفة من الأسماك أنا بالنسبة لي أحس خنقة يعني أنا في إحدى الفنادق في دبي المعروفة في غرف تكون فيها كواريوم أحس أن في ناس تنغمت ولكن هذا كتجربة مختلفة للفنادق اللي متعودين عليها كتجربة جميلة في السياحة في أفريقيا كأول فندق تحت الماء جدا جميل وإن شاء الله في معلوماته الكثيرة يمكن السياحة تبدأ شوي شوي تروح لهذه الفنادق يمكن عدد الغرف اتوقع مو كثيره اذا بس دورين ودور فوق الماء اتوقع العدد ما يتجاوز 20 30 غرفه يمكن اقل بعد ولكن بالنهايه هي تجربه جميله واحد يجرب انه يكون في هذه الغرف كتجربه سياحيه في السفر في افريقيا الخبر الثالث الخاص في اليوم هو اتوقع من غرائب عجائب خلق الله سبحانه وتعالى اللي هو يمكن فراشه شفافه يعني الجناح يعني شفاف او من هذا اللون فيقول لك هذه الفراشه مجرد ما تشوفها تتعجب لمنظرها الخالق والخالق سبحان الله تعالى على هذا الخلق بالنهايه آه هذه الفراشه الشفافه راح تشوفونها في فلاش سريع ونرجع مره ثانيه الفراشة الزجاجية أو غريتا أوتو هي فراشة من عائلة الحورائيات تعتبر الفراشة الزجاجية من أندر أنواع الفراشات وسميت بالفراشات الزجاجية لأن أجنحتها شفافة مثل الزجاج موطنها الأصلي هو أمريكا الوسطى والجنوبية وتتواجد في المكسيك وبنما وكولومبيا تتراوح أجنحتها ما بين خمسة إلى ستة سنتيمتر ويصعب رؤية هذه الفراشة بسبب شفافيتها وهالشيء خلى منها تكون ماهره في التخفي واللي يساعدها على حمايه نفسها من اعدائها الفراشه على اجنحتها خطوط ملونه اما باللون البني او الاحمر او البرتقالي ولولا هذه الخطوط لاصبحت غير مرئيه للعين البشريه تضع الفراشات الزجاجية بيضها على النباتات السامة وتكون يرقات غاية في الجمال، وبوضعها البيض على النباتات السامة فإنها تحمي يرقاتها من الطيور، فلا يمكنها الاقتراب من هذه النباتات سبحان الله شفنا هذه الاشياء الجميله في هذه الفراشه ودائما ما نقول سبحان الله لان نتعجب في مثل خلقه واللي ابدع في خلقه خصوصا في هذه الاشكال الجميله اللي قاعد نشوفها شكر لمنع على التقرير الجميل خاص في هذه المعلومات اللي قاعد تفيدنا في كل فقراتنا لبرنامج رايكم شباب اللي ممكن انتم تستفيدون منها من خلال هذه المعلومات الكثيره اللي نقدمها في برنامج رايكم شباب مستمرين في المشاريع الشبابيه الكويتيه لكن بعد البريك خلكم معنا ردينا بعد الفاصل تواصلنا معكم في فقراتنا لليوم وقلنا في بدايه الحلقه اليوم راح نسلط الضوء المشاريع الشبابيه اللي دائما نفكر فيها وان كانت مشاريع صغيره ولكن تنمو وتنمو وتكبر الى ان تحدث ثروه في جانب المشاريع اللي تطورت تصير مشاريع كبرى اليوم شرف لنا بتواجد هذه الطاقات الشبابيه وطاقه جدا جميله وتحديدا الاسم اجمل بما ان موجود في اسم الكويت والصنعه في الكويت شنو هذا المشروع الشبابي اللي انطلق من الشخص الشاب بدر الرضوان حياك الله ومنورنا الله يحييك والامانه نتشرف اكون ضيف في حلقتكم وان شاء الله ننال اعجاب المشاهدين وان شاء الله يستفيدون الجميع الله يسلمك بدر بدايه انت فخر للكويت وكل الطاقة الشبابيه ومثل اعلى لما نتكلم احنا في برنامج رايكم شاد دائما نقول انه نبي نشوف المشاريع الشبابيه تزيد وتزيد وتزيد, وتزيد منها اقتصاد الدوله ومنها ان نشوف انتاج كويتي بحت ولكن بدايه نعرف اللي هو الميد كويت اللي هو صنع في الكويت شنو موضوعه بسم الله الرحمن الرحيم في البداية مشروع صنع في الكويت هو مو بس تأسيس مشاريع هو للأمانة بناء وطن بناء جيل جديد. ميدان الكويت يتكون من فئتين طبعا كله شبابي بس لا طرفين طرف لا مواهب بشغلات معينة التصوير ويب سايت أي تي وطرف آخر لا أفكار لم يبي أسسها <applause> الآن قعدنا فكرنا احنا شنو شنو ممكن نقدم حق الشباب اللي يستفيدون آه يستفيدون منها. ممتاز. قلنا ليش ما نجيب هالطرفين هذيلة نحطهم مع بعض يبنون مشروعهم مع بعض. ممتاز. إلى أن يوصل مرحلة اللي يبلغ النجاح. مم. وكل واحد يطلع خارج يعني منطقه ميدن الكويت ويفتح مشروع انا بواحد. ودي بس توضح لنا اكثر بدر يعني هو هل هو ابلكيشن هل هو ويب لا لا. هل هو تجمع هو هو تجمع فعلا تجمع بمكاتب اللي عنده موهبه بشغله يكون له مكتب خاص مكتب الاي تي مكتب تصوير اي للشاب اللي عنده الفكره يقعد مع الشخص هذا سواء كان اي تي تصوير بالفاينانس بالاورجنايزيشن يقعد معاهم يقولون شنو فكرته وهم عاد يقعدون ويساعدونه على الفكره هذه شنو يحتاج ويب سايت ما يحتاج ويب سايت نوع التصوير هل يحتاج صوره انستغرام دعايه تلفزيونيه ومنها يقعد معاه 1 تو 1 المبالغ تكون بينهم مبالغ مبسطه والشغل كله بروفيشنال ممتاز يعني هو كله شغل كويتي كله شغل يعني كويتي يعني حتى اللي بيسوي لك سواء البوست او بيسوي لك اللوجو كلهم شباب كله. كلهم شباب ممتاز انت يعني جمعت هذه الابداعات لتظهر مشاريع بافكار مختلفه لدى الشباب، بس انت شلون ممكن تدعم هذه الطاقات كمشاريع صغيره انها تنتمي الى مكانها الخاص؟ حلو. المشاريع يعني حاليا كشاب اذا بتروح لاي جهات احنا جايبين يعني اسامي ما يعطون الشباب اهتمام مثل يعني مثل جهاتنا احنا جهات الشباب اه وتكون مبالغ اسعارها يعني ما يقدر عليها الشاب صح احنا كميدن كويت كمشروع ميدن كويت نعطيك الافضل والاحسن بابسط ابسط, أبسط شيء بسعر مناسب وسعر زين في نفس الوقت <applause> انه نوحد الشباب نخليهم يشتغلون بعض ممتاز يعني انت كنك يعني خلينا نوضح هذه النقطه اه اللي هو مواهب شبابيه قاعده تجتمع هلو. وقاعد تبدا مم. فيما بينها بدون لجوء لشركات وعقود بمبالغ كبيره كونها شركه ولها إيه. مثلا جانب معين فتصعب المساله لدى اي واحد يدش مشروع معين زي. اذا تكلمنا عن هذه المشاريع إيه. آه بدر شنو آه نوعيه المشاريع اللي قاعد تتبنونها ودخولها في هذا السيركل الخاص في المواهب الشبابيه آه الامان احنا يعني تونا بلشين في الموضوع شوي محتكرين محتكرين على آه يعني سوالف تلفونات سوالف مو, مو شرط تليفونات بس سوالف بسيطه <applause> يعني اللي يبي يبدي مشروع انه يبيع مثلا تليفون اللي يبي يبدي مشروع آه انه اللي نفرض آه يبي يسوي له يبيع اكل بسايت مثلا آه عندنا الله يذكره بالخير واحد من الشباب عبد الله النزي عنده مشروع فرايد ايس كريم <applause> ومساعدينا فيه احنا آه يبيع الايس كريم ماله يعني احنا بالبدايه كتسويق ونساعدهم في مجال الثقافه آه الثقافه في كل المجالات من ثقافه الاسعار في المجمعات الاسعار في الاسواق الاسعار بكل مكان يعني مم. ونساعدهم على الاورجنايزيشن ان الترتيب انا يمكن اوعدك اقول لك مثلا شغله بتوصل اليوم يعني بالصدج توصل عقب اسبوع فاحنا الاورجنايزيشن يحدد الموعد عشان يعطيك كلمه تعطي حق الكاستمر مالك صحيح. احنا يعني للحين صغير الموضوع ما هو موضوع كبير اللي, اللي ناخذ نتمنى المشروع ونوصله الى قمه لا احنا علينا ان نوقف الشخص من الصفر يبدي من الصفر المبالغ اللي عنده ونوقفه على ريله وهو يكمل مشروعه ممتاز آه يعني هذا دليل ان انتم قاعد تساعدون <applause> ان النوعيه هذه من الشباب ان ما آه يعني يتم استغلالها من قبل الشركات في مبالغ ماديه وايا كانت ولكن كمشروعكم انتم ميد كويت او صناعه في الكويت شنو اللي قاعد يميزكم عن باقي المشاريع؟ آه يميزنا اول شيء ان كل اللي قاعد يشتغلون كلهم شباب من فئه شبابيه كلهم مخهم نظيف وعندهم نظره للمستقبل يميزنا مبالغنا البسيطه والشغل المحترف يعني للامانه ممتاز يعني لو كوست لو كوست ممتاز زين بدل لو تكلمنا عن يعني الفكره الاساسيه شو اللي خلاك انت كبدر اليوم تقول انا بسوي مثل هذه الفكره ان انا اجمع المحور الشبابي في هواياتهم وابداعاتهم واعطيها لفكره شاب عنده فكره وممكن ينميها ما بينهم. حلو. في البدايه انا خليني اتكلم عن نفسي لا اجمع يعني عن يعني الشباب احب انا البزنس من صغرتي. <applause> وبلشت في المشاريع من صغرتي ودشيت في مجالات وايد ويعني مثل ما يقولون بالكويتي اندقرنا <applause> انكرفنا وندقرنا، فمن كان من مكان لمكان مكان مكان لمكان وطيح وطيح وردكم على رولي وطيح وردكم في مشاريع نجحت سويتها من قبل ونجحت في مشاريع لا ما نجحت. فوصلت مرحله اللي اللي طحت وما قدرت اقوم مو انه احباط لا بس انه ابي ارد افكر شو اسوي؟ فكنت قاعد مع واحد من الشباب بدواني الله يتك... الله يذكره بالخير احمد الثاجب اخوي صديقي فقعد اشكيل الحال اقول له ان شنو وضع الشباب عقب عشر سنين بالديره شو اللي راح يصير يعني الشباب كلهم اللي منهم متحبط اللي منهم ما يبي يشتغل واللي منهم في ضياع وش اللي بنوصل الوظيفه ايا كانت الحكوميه او القطاع الخاص من دخل ثابت ايه؟ او انه يعتمد على الاهل مثلا شركه اهل كان يقول لي انه لا والله في شباب عندهم افكار وعندهم مشاريع لكن يبيلهم ان يجمعهم ويحطهم مع بعض فمن ذاك اليوم واحنا مبلشين من شهر اثنين طارت على بالي فكره ميدن كويت وبلشنا فيها. ممتاز، زين يعني احنا دائما لما نتكلم في المشاريع الشبابيه الصغيره نعم. نحاول نجد من يدعم هذه المشاريع، بس هالمره انت كشاب انت قاعد تدعم المشاريع، شنو الصعوبات اللي حسيتها متواجدة معك في بدايه الامر ان كونكم شريحه شبابيه في نفس الفئه العمريه وقاعد تدعمون بعض في نفس الجانب. أه بالبدايه هل هي اختلاف اراء اهل إيه. الامور او انه ما يثق في الفئه العمريه انتم مو شركه مثلا اداره اعمال او غيره أه شوف انا خلينا نكون صريح معك احنا مشروعنا يعتمد على الشباب ما, ما يعتمد على اي شركه ثانيه عشان ينجح المشروع انا احتاج ممبرز ممبرز ان ايون يشتغلون اللي عنده مثل ما قلت لك موهبه يشتغل ويقدم حق الشباب اللي يقدر عليه لكن شنو في فئه من الشباب يقول لا والله احنا نبي معاش كل شهر هو الموضوع مو انا ما مو شركه اللي بوفر له معاش كل شهر انا افيدك على حسب اللي مثلا يجون اللي ييك 1 تو 1 البورد ممبر ما له شغل انت تي كممبر تشتغل معانا تفيد العميل العميل يحاسبك والحساب ما راح يجي حق البورد ممبر البورد ممبر بالنهايه راح يعني شغله عقب بالمستقبل لما يكون له قاعده قويه اه في ناس يقولون يعني ليش ما تاخذ سبونسرز مثلا؟ تاخذ سبونسرز وتوفر معاشات حقهم شهريا يعني. سبونسر ما يعطيك الشهر يعني. أو لا مو عن شهر يعني يعطيك اقصد كم مبالغ اللي تكفيني مثلا سنه قدام لين يتطور المشروع. لكن انت لما تي يعني انا كذي اناقض نفسي انا اقول ان الشاب يبدي من الصفر وانا بدر لما اي اسوي المشروع انا بادي على اساس سبونسر مو على اساسي صح انا. صح. فاحنا نبي نبلش من الصفر ونخلي ان كل الشباب يبدون من الصفر يشوفون. ان ميدن كويت بلش من الصفر احنا نبلش من الصفر يعني هل هي إيه كانت الصعوبات هي إيه الاتفاق ما بين هذه المواهب او الطاقات في مساله انه يكون سالري او دعم ان انا اقدر اوفر لك مثل هذه المعلومات ايفن كانت 1 باي 1 نعم بس هذه كانت ايه. ابرز المشاكل ما كان في صعوبه ثانيه في صعوبه ثانيه بالبورد ممبر طبعا من شهر 2 لليوم وضح لي شنو هي البورد ممبر البورد ممبر, ممبر اللي ماسكين المشروع احنا سبعه اللي ماسكين ماسكين المشروع من شهر 2 لليوم يمكن ولا خمس مرات تغير بس اثنين اللي ظلوا من منشرتني لليوم انا واخوي عبد العزيز الذكير. <applause> ناس يعني ظروف صارت تطلعوا في ناس كان عندهم شغلات في ناس الجامعه <applause> شغل الجامعه اخر كورس لهم آه احنا طبعا كلنا جامعيين بس خلينا نذكر هالشغله. <applause> آه في ناس من من طرف الاهل انه كان في صعوبات من الاهل، في ناس ما كانوا يقدرون يدفعون مبالغ. ف... يعني انتم هم قاعد تدفعون مبالغ؟ احنا إيه ما عندنا ندفع. يعني على شنو متلن... قاعدين مبالغ؟ المبالغ على المكاتب احنا الحين عندنا مكاتب بالبروكارت البداية شهر اثنين كنا مكاتبنا في الفندق الراية اعتقد فوق عندنا البزنس سنتر كنا نقعد نجتمع فيه كان على الساعة اعتقد 30 دينار شغلة كذي فكنا نجتمع يعني يمكن لمدة شهرين ثلاثة أشهر اللي يمكن خسائرنا كم كانت 300 دينار شيء كذي هذا على أول شيء بس على طاولة ونتناقش <applause> بعدين انتقلنا الى البروكارت اللي هو مال العم فيصل كير ابو صاحبنا عبد العزيز <applause> آه وفر لنا المكتب آه احنا القطيه اللي قاعد نقطها على آه الفاسيلتيز اللي بالمكتب <applause> كمكاتب كتجوري كهالشغلات هذيلا <applause> الاحتياجات البسيطه آه ما للحين ما قطينا شيء بس يعني الشغلات البسيطه مثل البانرات <applause> شغلات الاعلانيه فقط <applause> و يعني الامور التأسيسية نقدر نقول في قضيه تجهيز المكاتب إيه. وغيرها من البنرات زين بدل خلينا نتكلم في جانب اخر صح. وايد شباب هذا شيء حلو ونفس نفس الوقت يحط علامه استفهام وتعجب لدى البعض ان انتقال الفئه الشبابيه الكل يبي يسوي مشروع ايا كان صغير, صغير او غيره يعني الكل هو شيء حلو ترى لما نشوف إيه. شباب يلا قاعد يشدون حيلهم في مشاريع ولكن الكل يعني تشوفها نادره ما تحصل مجموعه شباب ما في واحد او اثنين بينهم عندهم سمول بزنس فشو سبب اتجاه الشباب يعني بشكل كبير للمشاريع الصغيره انا أشوفه ان يعني ملل الملل هم اللي قاعد يؤديهم انه يوصلون هالمرحله هذه <applause> بس قاعد يحطونها يعني انا اشوف للامانه وايد احتكيت بشباب شباب يعني اولاد وبنات عندهم افكار بس مو عارفين يطلعونها مثل ما قلت لك فيضطرون يطلعونها بشيء يعني ما يسوى مو 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 طاقتهم اللي يقدرون عليها، انا ادري ان يقدرون على شغلات كبيره بس في اشياء قاعده ت يعني توقفهم من جهات من شركات من اهل من جامعات في اشياء قاعدة تعطي بلوك <applause> فاحنا ان شاء الله باذن الله نحاول ان نتعدى هالبلوك هذا نتعدى الطوفه هذه الى ان نوصل الشباب لمستقبل مشرق ان شاء الله احنا دائما نطمح ان نشوف الطاقات الشبابيه تصل وتصل بمشاريعها الى افاق كبيره ومتعدده المجالات ولكن في نقطه هم مهمه دائما في المشاريع انه يبي يحط خطه لهذا المشروع لازم يضع ميزانيه ودائما من يفقد كلمه هذه الميزانيه رغم وجود الافكار ووجود الابداعات ولكن عدم وجود السيوله الكافيه. شلون ممكن انت تخدم هذا الطرف؟ ااا أه الامانه انا بس سؤال سؤال يعني كنت... يعني انت الحين قاعد تقول انا قاعد ادعم هذه المشاريع ايه؟ وهي 1 باي 1 بين كل طرف ولكن صحيح. في ناس عندهم افكار عندهم ابداعات ولكن ما عنده السيوله الكافيه لانه يحط خطه ميزانيه وان كانت حتى حق بنرات او غيره ولكن الفكره موجوده فهل في ممكن واحد يتبنى او واحد ممكن تضع طرف انه يقدم سيوله بنسبه ايا كانت ولا فهمت آه، هذه احنا شغالين فيها دراسه آه، مو بس على النقطه هذه هم نقطه علينا احنا أه. كمشروع ميد الكويت كويت أه. ان ناخذ لنا من آه، بنك أه. معين انه يمولنا آه، لتكون انه معاشات مثل ما قلت لك على سالفه المعاشات وبنفس الوقت انه هل، هل،, هل هل الفلوس اللي يمولوننا اياها أه. تكون آه، ك ك ميزانية بدايه ميزانيه حق الاشخاص اللي عندهم افكار بس مثل ما انت قلت اللي ما عندهم مثلا ميزانيه كافيه لبناء المشروع هذا وهذا مو سبونسر هذا مثل قرض اللي يرده عشان لا ناقض نفسي انا واقول انا ما ابي سبونسر بعدين اجيب من البنك اخذ قرض صح لا القرض انه يكون بس كبدايه حق المعاشات وبعدين شوي شوي تدرجي بس هذا يبي له دراسات نردهم يلا تكون تتسهل ان شاء الله كافي إنتوا إن احنا دائما نتكلم عن المبادره انك انت دائما تبادر انك تضع نقطه بدايه في انطلاقه هذه المشاريع لشكلك شكلك بدر على مشروع اللي هو صناعه في الكويت ان شاء الله نشوف صناعات كثيره في الكويت ونشوف الفاكتوريز في كل اماكن ميد باي كويتين بيبل احنا راح نستمر معاكم في المواضيع الكثيره وهندسه الديكور والبيوت اللي تبنوا لك بعد بريك لكم معنا بعد فاصل اتواصل معكم في جمال حلقتنا لليوم والابداعات الكثيره نشوفها في الشباب وتحديدا اليوم قلنا راح نشوف ابداعات شبابيه مختلفه في مجالات كثيره يمكن وايد من المعاريس يعني تحديدا في احنا قلنا راح نتكلم عن هندسه الديكور وتغيير بعض الغرف والديكورات الخاصه يمكن المعاريس سواء في بيوتهم او في شققهم او في غرفهم الخاصه يبون ديكورات مميزه واحنا دائما نشوف التميز في ابداعات كثيره من الشباب انه يبون يميزون نفسهم عن الغير لغرفتها او المكان الخاص فيه، فذلك اليوم عندنا من يجد هذه الحلول الخاصه والمبتكره والمبدعه مع مهندس الديكور علي الانصاري حياك الله ومنورنا. الله يحييك. أه بدايه خلينا نتكلم عن تغيير الديكورات حق السنه الجديده، شنو قاعد اخر تطورات في هذه السنه؟ احنا طبعا كمصممين ديكور دائما نبحث عن كل شيء جديد بعالم الديكور بحيث ان احنا نستخدم مواد جديده ونبعد عن المواد التقليديه مثل الاصباغ العاديه الدارج استخدامها ورق الحائط الاخشاب فدائما نحاول ندور على مواد جديده بحيث ان احنا نوظفها تعطينا نتائج غير المالوفه اللي احنا متعودين عليها دائما. <applause> آه يمكن علي احنا وايد نشوف طاقات شبابيه تحب ان هي تكون متدخله حتى مع مهندس ديكور، ما تواجهك هذه النقطه ان انت قاعد تحاول تبني لهم شيء مميز خاص فيهم ولكن هو تكون نظرته مختلفه للي انت تشوفه، فهل سم. انك تحاول تبين ان هذا شيء ما يناسبك؟ لان اتوقع حتى الوان تكون مرات في ناس تحب الوان معينه والعكس، يعني تم. هذا يحب اللون هذا هذا ما يحب هذا اللون ياثر عليه بشكل سلبي وغيره، فهل ان تحاول تبين ان هذا اللون الافضل لك ولا غيره؟ تمام وهو طبعا اول خطا يقع فيه بعض مصممين الديكور الديكور انه يفرض رايه على الشخص اللي قاعد يتعامل وياه ان كان زبونه او عميله. انت اليوم كمصمم ديكور واجبك ان تدرس حاله الشخص اللي قدامك قبل لا تعطيه مثلا التصميم اللي يناسبه بحيث انه شنو الالوان اللي هو يحبها شنو الخامات اللي ممكن انه ما ما تمشي مع المكان اللي هو قاعد فيه مثلا خلينا لو تكلمنا عن بيت مثلا شنو الالوان المناسبه حق المساحه هذه انت بالديكور بالاساس انت قاعد توظف مساحه تمام فبالتالي مصمم الديكور لازم اول شيء يعرف الشخص اللي قاعد يتعامل معه شنو الديزاين اللي ممكن يستهويه، هل هو كلاسيك، هل هو يحب المودر ما يحبه؟ في الوان ممكن تستفزه، في الوان ممكن تضايقه، فبالتالي لازم انا اعرف شنو الالوان اللي انت تحبها او ما تحبها بالتالي انا اقدر اني اشوف شنو اللي راح استخدمه بالتصميم او استبعده. ممتاز لان حتى في المساحات يعني قاعد نشوف حتى الصور اللي تو ظاهره على الشاشه، في مساحات لازم تكون كثير ما كانت فاتحه تعطيك المساحه الاوسع والعكس في مختلف الاماكن فيك <applause> شخص بالضبط. يقول بعدين لا حسيت المكان صار ضيق فيبي يعيد المساله هذه ولكن احنا بما أننا على السنه الجديده خلينا نتكلم على جانب الـ الـ الاشياء والافكار اللي ممكن تنطرح للمعاريس خصوصا في هذه السنه في ناس تبي تغير في كل سنه يحبون يغيرون ديكورات معينه في غرفهم او غيرها يعني. تمام <applause> <applause> احنّا دائمًا يعني نواجه هالشّغلة في المناسبات، يعني دائمًا يصير عندنا الضغط مثلًا قبل الأعياد، قبل رأس السنّة، قبل عيد الفطر، عيد الأضحى، الناس دائمًا تحب تظهر بشكل جديد. صح. تمام؟ دائمًا أنا عندي نصيحة: الجمال في البساطة، يعني أنت مو محتاج أنك أنت تكلّف وايد. تغير فروم اي تو زي تهد الديكور اللي عندك كله وترد تبنيه من اول جديد انت تقدر بلمسات بسيطه تغيير بعض الوان الاشياء ممكن تضيف بعض الاكسسوارات مم. ممكن تغير حتى توزيع طريقه توزيع الاثاث تعطيك ايحاء جديد للمكان وكانه مكان جديد توك مسويه تمام ممكن انك تضيف بعض الالوان على بعض الاماكن مو لازم تصبغ المكان بالكامل واحده من الأطوف او زاويه معينه ممكن تحط فيها ورق حائط ممكن انك تعلق فيها لوحه راح تغير لك المكان بالكامل من غير تكلف ومن غير تعب ومن غير حتى خساره وقت صحيح اول شوف رغم انها مساله ذوقيه رغم ان الناس في تحب الكلاسيك والزخرفات والامور هذه القديمه الكلاسيك اللي نشوفها حتى بالمسلسلات المصريه كانت قديمه ولكن نستغرب من البعض لما يروح برا يشوف دائما تصاميم الفنادق جدا بسيطه وذوقيه يعني منتقاها انه شيء بسيط هني لوحه هني شيء شي, شي ويكون سبحان الله المكان عجيب وبالنهايه هو يرجع لغرفته يشوف انه كل يوم يزيد شغله في ناس حتى ما تفكر بالتبديل بالاضافه فهل الاضافه تكون مرات جانب ايجابي ولا سلبي؟ يعتمد على مساحه المكان، هذا الخطا اللي وايد ناس قاعد يطيحون فيه، عشان كذي انت تلجا حق مصمم الديكور. احنا عندنا تقليد معروف انه لازم خلينا نتكلم عن صاله الاستقبال مثلا، لازم تكون فخمه ولازم يكون فيها مثل ما تفضلت نقش وزخرفه و... وتعبر عن الفخامه، وتلقى مثلا داخل البيت بسيط فتلقاه يهتم بجزئيه معينه، وهذا خطا، انت الجمال عندك مو بالزحمه. انك تظهر جماليه المكان مو ايش كثر حاط فيه اغراض، مو ايش كثر حاط اكسسوارات، وايش كثر الاثاث حجمه كبير وضخم، ممكن انك انت تخلي المكان من اروع ما يكون نفس ما تفضلت تدخل بعض الفنادق تشوف ماكو شيء، شغلات بسيطه بس اللهم توزيع الاضاءه صحيح، توزيع الاكسسوارات صحيح، حجم الاثاث وتوزيعه بالمكان مناسب مع مساحه المكان انا اليوم ممكن يكون عندي في مساحه صغيره صاله صغيره بس مكوّت فيها اثاث فخم وحلو وغالي وكل شيء ولكن ما يناسب المساحه فالقى المساحه ضيجة مكان يخنق حس المكان يخنق احس المكان الضايق ما اقدر اقعد فيه وايد فهي العمليه عمليه نسبيه شلون انا شنو استخدم وش كثر حجمه وبنفس الوقت اني انا مو لازم اني اكثر ممكن قطعتين ثلاثه تفي بالغرض احنا لو الله يبعدنا من كلمه غالي نستانس فيها هذه على بنا تدري اللي معاجبك شمسة مو هو مو مسألة معاجبني بالمساله الماديه كثر ما هي بساطه الشيء تعطي جمال اكثر يعني حتى ترى باللبس هي مساله ذوقيه لكن حتى باللبس لو كانت الامور بسيطه تعطي الجماليه تبرز الامور بشكل اكبر بشكل احلى باوضح يعني لما تقول مكان تحاط فيه غرفه حاط فيه شغلات بسيطه تعطي مساحات اكبر مثل ما تفضلت ولكن خلينا ننتقل الى جانب الاثاث يعني جانب الاثاث هو عالم بحد ذاته من مختلف الديزاينات مختلف الاشكال الالوان الاحجام المختلفه شلون انت ممكن تساعد الناس اللي ممكن هم يبونك تصمم لهم شغله معينه او تهندس لهم الديكور تساعدهم في في هذا العالم والكم الكبير من الاثاث <applause> تمام طبعا احنا كديزاينرز كمصممين احنا دارسين المساحات والتعامل معها المساحه الفلانيه ايش كثر المفروض يكون فيها اثاث؟ ايش كثر المفروض يكون فيها اكسسوارز؟ حجم الاثاث شلون يتناسب مع المكان، مم. ولكن انا دائما انصح الشخص اللي هو خلينا نقول يبي يغير اثاثه بس ما يبي يلجا حق مهندس ديكور او انه مستعجل او انه كذا، في طريقه وايد ابسط، دائما انا اقول المخطط، انت سوي حق نفسك مخطط ورقه تحط فيها خلينا نقول بلوكس مربعات المساحه اللي انت فيها الصاله أربعة بخمسة وتفر وتبدي تحط قطع الاثاث كمربعات في المربع هذا راح يبين معك انت Ooh. خلينا نقول حطينا صوفا حرف ال مثلا كرسيين هني طاوله بالنص، شلون راح يصير شكلها قدامي؟ هل راح يعجبني ولا لا؟ صح هل الشيب اللي انا وزعته هذا مناسب للمكان ولا لا؟ راح تشوف ازدحام ولا <مس> أزدحام بالضبط، <ممائك> فبالتالي المخطط البسيط هذا راح يبين لي حتى لو ما كنت انا دارس الشيء بس بالشكل بالعين الواحد هم يعني يتذوق الشيء، فراح اشوف اذا هل هو مناسب لي ولا مو مناسب بناء عليه ابدي اغير، صحيح. ممكن اضيف قطعه زياده، ممكن اغير بالحجم، حجم القطعه نفسها، لا ليش احط قنفه طولها أربعة امتار؟ ممكن اجيب قطعه طولها مترين، يمها احط لي كرسي صغير وهكذا، صحيح. فبالتالي انت ممكن ان انت تستغنى عن مهندس الديكور او مصمم الديكور في هالحاله، وانت تسوي حق نفسك مخطط مبسط تقدر انك انت تستخدمه لما تروح حق محل الاثاث. صحيح انا بوضح نقطه واتمنى انت تعقب على هذه النقطه سواء كنت صح او تحتاج الى تصحيح، آه، وايد ناس تروح محلات الاثاث يشتري الغرفه كما هي بالضبط بالضبط ما يقول هذا غرفه عجبتني لما يحطها عنده يحسها مو نفس الغرفه فانا اتوقع انها مساله الاضاءه فدور الاضاءه في هذه القضيه في المحلات خاصه في الاثاث يدققون في الاضاءه انه يبرز لك القطعه بطريقه صحيحه فشلون انا ممكن انقل فكره الاضاءه او شيء صح نقطه هو انا بختلف معاه بشغله صغيره هو وايد ناس عندهم المشكله هذه انه مو بس بالاثاث ممكن يشوف صوره عجبته بالانترنت مثلا أه غرفه اعجبته يقول انا ابي هذه ويجيب الشخص أه مثلا المختص اللي راح ينفذ له الديكور يوريه الصوره يقول له ابيك تسوي لي هالغرفه بغرفتي من ديكورها من اثاثها من الوانها فتلقى يسويها ينصدم انه مو حلوه تمام هذا واحد اثنين ممكن تروح تشتري قطعة أثاث معروضة بالمكان من أروع ما يكون نفس ما تفضلت المسألة مش بس مسألة إضاءة مسألة طريقة العرض نفسها أن أنت لو تلاحظ محلات الأثاث دائما تشوف مسوين خلفية حق حق القطعه اللي هم عارضينها يعيشك كانه فعلا المكان حقيقي كانها غرفه فعليه صحيح تمام المساحه نفسها اللي هو عارض فيها هي مناسبه للقطعه هذه تمام؟ اللون اللي هو حاطه خلفيه مناسب للقطعه هذه، الاضاءه اللي هو مسلطها عليها، الوان الاضاءه نفسها تمام؟ عده عوامل فانت ما ينفع ان شيء شفته حلو فمعناته راح يصير حلو عندك. صح تمام؟ يبقى عندك نفس المساله، مساله المساحه، مساله ديزاين المكان، الشكل العام للمكان. مم. طيب انا شلون الشيء هذا انا شفته عجبني، شلون اجيبه عندي؟ مم. بكل بساطه، اول شيء مثلا خلينا نتكلم عن الاثاث. انا ما راح اشتغل على الحوائط. ما راح اصبغ ما راح احط والبيبر بس ابي اشوف القطعه هذه مناسبه عندي ولا اشوف قياسها واسجلها بورقه وارجع البيت <applause> واجيب المتر وافتح القياس اللي انا خلينا نقول مترين مثلا او ثلاثة امتار اشوف المساحه انا اذا حطيت القطعه هذه هني راح تبلع المكان ولا راح يكفي صح. هذا واحد ممكن اخذ قطعه وايد محلات اثاث يعطونك قطعه عينه خام اللي هو خام التنجيد نفسه مال القطعه اللي انت راح تشتريها واجيبها احطها على الطوفه <applause> مناسب ولا مو مناسب راح يمشي مع لون المكان عندي ولا لا إضاءتي تحتاج تعديل تحتاج اخففها اقويها حتى لون الإضاءة يفرق انت اليوم عندك الإضاءة الصفراء الورم عندك البيضة عندك الاضاءات المخفيه تفرق وياي عندي اضاءات ارضيه ولا لا فكل هذا ممكن يغير لي ديزاين المكان مره واثنين وثلاثه حتى عمليه الاضاءه ممكن اني انا الغي اضاءه من مكان واحطها مكان ثاني اشوف النظره اختلفت عندي صح وحتى اتوقع ارتفاع الأماكن ممكن تعطي جوهر ومنظر بالضبط. كمالي أكثر وترجع أنت للبيت تشوف السقف عندك نازل فتحس المسألة صارت مغموطة الكلام كان معك جدا جميل مهندسنا العزيز ولكن بالضبط. نبي رسالة أو نصيحة لكل الشباب أو الناس اللي تبي تسوي ديكورات خاصة ومميزة فيهم. تمام، أنا عندي نصيحة دائما أقولها. قبل لا تخطي خطوة بالديكور بشكل عام إن كان أثاث إن كان غيره حاول أنك أنت تخطط قبل لا تاخذ اي خطوه، قبل لا تشتري اثاث، قبل لا تصبغ، قبل لا تغير ديكور حوائط اسقف، لازم تخطط المكان قبل لا تبلش، ما عرفت حسيت في صعوبه الجا لشخص مختص هو راح يساعدك اكثر بهالشيء وراح يوفر عليك الكوست انك انت تسوي شيء ويطلع مو حلو او ما يعجبك ترجع تكسره وترد تسوي من اول جديد فراح يصير الكوست عليك مضاعف. صح فلذلك الواحد لابد يكون ينتقي الامور ب طريقه احترافيه وانه يفكر قبل ما يبدا هذه النقطه كل الشكر لك مهندسنا العزيز مهندس ديكور علي الانصاري يعطيك العافيه على تواجدك اليوم معنا احنا مكملين فقراتنا لليوم وموضوع جدا مهم الاعاقه في حياتنا عمرها ما كانت اعاقه جسديه كثير ما هي اعاقه عقليه اذا جسد وعقلك شيء موجود في كماليات كثيره ربنا اعطانا هذه النعمه ما راح تكون في اعاقه دام العقل سليم راح نكمل فقراتنا وتعرفون هذا الموضوع لكن بعد بريك لكم معنا ردينا في اخر فقراتنا في برنامج رايكم شباب وقلنا اليوم راح نسلط الضوء على ناس خيره هذا المجتمع بطاقاتهم والاعمال اللي هم قاعد يسوونها لفخر الكويت ولثقافتهم الجميلة واعتقادهم أن ماكو شيء اسمه مستحيل إذا أنا عندي القوة والإصرار العقلاني أن أنا أصل وأجد نفسي في أي مرحلة كانت في الجانب الرياضي أو مختلف الجوانب خير مثال لذوي الاحتياجات الخاصة اليوم راح يكون بطل معنا معاذ السحيب راح نتكلم عن دخوله في مجال كمال الأجسام وبداياته الجميلة وإبداعاته يعطيك العافية منورنا معاذ حبيبي الله يعافيك سلمك الله يخليك يسلمك بداية خلينا نتكلم عن سبب توجهك لرياضة كمال الأجسام بالبداية حاب أشكر قناة الرأي استضافتي سبب اختياري لكمال أجسام يعني أبي شيء تحدي يعني أن الناس نظرة كنظرة عامة يقولون مستحيل تسوي الشيء هذا صح عرفت يعني أنا عندي كذا هواية أن الرسم مثلا السباحة بس يعني كمال أجسام بال يعني الوطن العربي عندنا يعني ما أتوقع أن في ناس يعني يعني تحدى او صار مستوى هذا عد فقررت ان انا ان اوصل المستوى هذا واشد على نفسي حيل وطموح إني اوصل للعالمية الله يوفقك ان شاء الله يا رب يا معاذ نشوفك في العالميه وترفع اسم الكويت ترفع اسم اهلك من خلال يعني اصرارك وانجازك وابداعاتك اللي انت قاعد تسويها هذا تدرى الفخر لنفسك ولذاتك وتعزيز الثقه بنفسك ناس وايد كامله من فوق لتحت كما الله عز وجل ولكن ما عندهم 1% من اللي انت قاعد تسويه من ابداعاتك، <applause> كافي قوتك واصرارك على انك انت توصل وتتحدى نفسك في هذا المجال، معاذ يعني شلون شفت الكابتن وتدريباتهم؟ شنو الصعوبات اللي حسيتها واجهتك في بدايه الامر في كمال الاجسام؟ هو الصعوبات يعني الحركه يعني مثلا من جهاز لجهاز او طريقه التمرين <applause> يعني طريقه التمرين يعني ما تناسب مثلا الوضع الجسدي اللي انا فيه بس هو هي تبدي بدايه اصرار يعني تقول ان هذا الشيء مو اكبر مني انا اكبر من الشيء وراح اصل لك فهي مع الايام تجي شوي شوي ممتاز وزين بالنسبه حق مشاركاتك بعد ما جهزت نفسك في كمال الاجسام ويعني شاركت في عديد من البطولات تكلمنا عن البطولات اللي شاركت فيها والانجازات اللي حققتها انا اول بطوله دشيتها هي إيه بطوله نادي اكسجين <applause> فتنس كان 2013 اعتقد <applause> ويعني انا شفت الاعلان قلت ليش اني ما اشارك ويعني راح تكون نقله قويه بالنسبه لي آه فبديت اجهز ورتب جدولي الغذائي وكل شيء وكل شيء تمام فكلمت اوجه تحيه للكابتن حمد الشكناني <applause> وهو لما كلمته صراحه وهو شافني يعني اعجب بالاراده وكذي اللي انا فيه قال قال لنا انا لازم اساعدك انك توصل وتحقق حلمك على المسرح. ممتاز وحققت حلمك؟ الحمد لله. الحمد لله وان شاء الله تشوف احلامك كلها تتحقق آه. يا معاذ، انت آه. خير مثال لكل الناس مو لي بس ذوي الاحتياجات الخاصه، انت في ناس كثيره تتمنى ان واحد يكون عنده بصلابه الاراده وقوه الفكر العقلاني اللي انت قاعد تسويه يا معاذ، زين شنو ودك تسوي في المستقبل؟ شنو عندك خطط معينه ولا وين حاب توصل يا معاذ في مجال كمال والله انا الحين الدعم اللي قاعد اشوفه يعني يعني الصراحة معدل من معنوياتي مثلا عندك الوان بروتين شاركت أنا ببطولة الجي اف سي فور فمتاز. شاركت كانت البطولة عرض فتنس بين يعني الجولات القتالية اللي كانت بالجي أنا كنت موجود وشفت الجي اف سي. يعني إي في بطولة جاية إنها بطولة ذا وإن شاء الله راح اكون فيها وان شاء الله اجيب مركز الله يوفقك يا معاذ ونشوفك تحقق كل احلامك آه. وخصوصا في هذا المجال يمكن حتى الشباب اللي يروحون النادي وعندهم كامل القدرات يتعبون او ما عندهم القدره انه يستمر في هذه النوادي الرياضيه ولكن انت ما شاء الله عليك قدرت انك تتحقق مثل هذه الانجازات، شنو ودك بالجانب انك تطلع عن خارج الاطار المحلي اللي هو الاجتماع الكويتي، هل في ممكن بطولات خارجيه؟ هل في اتحاد قاعد ممكن يوصلكم لبطولات خارجيه ولا بعد؟ والله انا صراحه ودي ان انا ادش منتخب الكويت الكمال الاجسام، اني اكون واحد واحد منهم ان انا قاعد اشوف قاعد اشاركهم برا وكذي، انا طموح ان امثل الكويت برا ان بطولات الفتنس كون انا اني امثل الكويت برا ويعني بالدول اللي برا نلاحظ ان في مجال يعني احتياجات خاصه وكذي وان شاء الله ان تكون بالكويت قدمتوا كتب هني مؤاذ يعني من خلال مشاركاتكم ان انتم ممكن تبي تشاركون في بطولات خارجيه سواء لبطولات الفتنس او الشو او غيره هو بالنسبه لنادي الكويت للمعاقين <applause> اللعبة اللي عندهم العاب قوه بس ان ان الوزن من ضمنها تعتبر لا ما عندهم البطولات فتنس وكذي <applause> فيعني للحين ما لقيت بالضبط توجه يعني مكان انه يضم أي. مشاركات كثيره أي. اللهم ترى هذه تعتبر ترى حتى اللي شاركت فيها يعني بطولات اشخاص معينين هم مسوينها على مستوى أه. انديه أو أمور ثانية. أنا أتمنى معاذ يعني إذا أنت مثلا عندك ربعك من نفس الطريقة تقدمون كتب لعل وعسى أن يكون في مثلا اتحاد خاص فيكم. في اتحاد خارجي برا الكويت في كمال أجسام خاص لذوي الاحتياجات الخاصة؟ والله ما أدري. إحنا بس لو اللي ألعاب قوة اللي عندهم. اي هو ترى اتوقع الالعاب قوه من ضمنها يمكن تعتبر او ما ادري انا مو متاكد من هذه المعلومه ولكن من ضمنها كمال الاجسام بس الكمال التام الصحي الفتنس مو أي. اللي هو كمال التام اللي احنا نشوفه الاوفر ولكن بالنهايه نوصل هذه الرساله كجانب رياضي، زين بالنسبه للتمارين معاذ شنو جدولك في التمارين؟ شلون قاعد تنسق جدولك الخاص في التمارين الرياضيه؟ والله انا شنو مسوي الفكره؟ انا مشترك بنادي اكسجين <applause> ومسوي صالة ببيتنا. حلو. يعني أنا شنو حاط اتفاق يعني بيني وبين نفسي إن ما أضيع وقت التمرين أيا كان. منطق. يعني مثلا مليت من جو البيت ما يعني ما في يعني كسر روتين بس. إي أروح النادي أتمرن هناك وهم مرة واحدة سباحة إذا حصل. حلو. وإذا ما لي خلق أروح النادي مثلا جو غبار ولا زحمة م. أو أي ظرف مثلا أو امتحان مثلا بالجامعة. ان ادرس ويعني انا بغرفتي بنفس الغرفه اتمرن. ممتاز انا بوصل نقطه هذه النوادي كلها ما شاء الله حاطه اماكن مخصصه لكم في المواقف ذو إحتياجات خاصه، قاعد أه. تواجه هذه المشكله ان احد قاعد ممكن ياخذون هذه المواقف؟ اي أيوه. صريحين. اي والله الصراحه يعني كل يوم. أه. يعني تجي تلاقي المصافة خاصة تلاقي الناس صافتين ليش على من انها عند الباب ما له خلق. يروح يعني يصفط ويمشي يمشي. يعني انا ما حصل ب... لك موقف ان انت كنت بتصفط تصفط واحد صفط وشافك ان انت من ذوي الحاجات الخاصه لا هو الصراحه يعني الناس لما يشوفون يعني صراحه يعني ما ما اكون انه موقف محرج يعني يوخرون وانا اللي اصفط بس يعني ايه كفكره يعني مثلا المصفط هذا مو خاص لك فيعني في خل الناس اللي هي, هي مو بس مساله ذوقيه يا معاذ هي <applause> احترام قانون هي احترام مساله ذوقيه، احترام الغير، هذا صحيح. مثل ما انت قلت هذا المصفط مو مخصص لك، يعني بعيد عنكم الشر لما واحد يقول لك حتى في اللوحات اللي انا يشوف اخذي عاقتي واخذ مصفطي، صحيح. اذا انت وايد مرتاح في هذه الاماكن، يعني دام انت الله ما يعطيك الصحه والعافيه تقدر تصفط في اماكن، بالعكس انت جاي النادي داي... انا في اشتراكات النوادي اروح اصفط بعيد عشان منها احرك جسمي وانا على روحه والرده، بالعكس هذا النادي هو يبي كذي يبي صح تسخن قبل صح تسخين قبل هذه التماري. زين معاذ بالنسبه للنادي المفرد لكم يعني بعض الاجهزه الخاصه في ذوي دو الاحتياجات دو الخاصه في اجهزه خاصه لكم ولا نفسها هي الاجهزه؟ لا الاجهزه العاديه. ليش ما في بس ما تريحك كل الاجهزه صح؟ بس في بعض التمارين ما تقدر تاخذ راحتك فيها لان مو مخصصه يعني لامور مثل هذه. بلا والله صح يعني النقطه اللي قلتها مضبوطه 100%. زين ما حاولتوا انكم توصلون إن هذه النقطه ان نحتاج اجهزه خاصه تكلمون الناس المسؤولين ان يفتحون وان كان فرع خاص في الناس اللي تحتاج مثل هذه الاجهزه الخاصه فيهم انا الصراحه يعني قاعد اشوف الناس اللي محتاجات خاصه قاعد يروحون نادي الكويت للمعاقين ما ما قاعد اشوف ان في اقبال كبير للنوادي العاديه ما ادري ايش السبب بالضبط بس لهذا السبب ان ما في اقبال كبير فالناس مو ماخذه فكره انه ممكن احتياجات خاصة تقبل عن نادي فيقول يعني أنا أتوقع وجهة نظرهم إنه ليش نغير آلات ولا نجيب آلات وهو ما في إقبال يعني من الفئة هذه اي هذا وجهه نظر الصراحه زين بالنسبه حق انت طالب ما طالب بالجامعه الله يوفقك ان كنت. شاء الله ويحقق لك الشهاده وتاخذها آه. وانت مرتاح ولكن شلون قاعد توفق ما بين دراستك وروحاتك للتمارين وخصوصا هذه مساله شويه حتى روتينيه صعبه فما بالك ان انت قاعد تدرس ونفس الوقت قاعد تروح الجامعه وهم قاعد تروح تمارين وتدش في بطولات والله ايه الصراحه صعبه بس يعني انا اقول الواحد لما يحط شيء بباله يسوي يعني ما يلتفت للاعذار يلتفت للهدف اللي هو بيوصله اذا ركز بس على الهدف اللي بيوصله عادي يعني الامور الباجي هو اللي يكيفها على جدول المعين ممتاز اي والله بنظره عامه يعني الصراحه في صعوبه شو تخصصك في الجامعه؟ والله انا تخصص ان شاء الله على النفس على الله يوفقك ان شاء الله في آه. مجالك وتحقق هذه الشهاده ويوفقك ما بين هذه طريقتين احنا دائما نسعى يا اخوي معاذ ان نشوف مثل الناس امثالك عندهم الاراده والقدره آه. انك آه. أنت قاعد تدرس وقاعد تحقق كل اللي تبيه رساله او كلمه اخيره حاب تقولها يا معاذ والله حاب اقول يعني مثلا للناس كلهم اللي قاعد يتابعوني الصحه والعافيه هذه من الله يعني صحيح يعني اللي مثلاً للنعمة يعني إن و... 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 يعني اللي مثلا تجي له النعمه هذه بارده مبرده يعني انه حرام يضيعها ولازم يستغلها يعني يشكر الله على النعمه هذه صحيح اللي الله ابتلاه مثلا الظرف ما يقول انه بس هذا اخري واوقف لا في كذا وجه للحياه و... صح وانك دائما تكون ربك حط لك بهذه المحنه اللي هو بل. ينظر لك بطريقه آه خاصه في هذا الموضوع انه هو يبي يشوف ايضا هذا اختبار وبلاء كل واحد يبتلى بلاء من الله سبحانه وتعالى هي اختبار في الحياه، يشوف شنو رده فعلك فيها، في ناس وان كانت كامله الصحه ولكن الهموم والضغوطات الكثيره تعيق من التفكير في هذا الموضوع، كل شكر لك معاذ لسهيب على تواجدك اليوم معانا والله يوفقك ان شاء الله في مجالك سواء الدراسي او الرياض يا يعني ان شاء الله الله يعني يسلمك كيف. كل الشكر لك يا معاذ واتمنى انت تكون قدوه لكل الناس اللي قاعد تتابعنا اليوم وتشوف ان مثل هذه الاعاقه ما عمرها اثرت في حياه اي انسان وانما الاعاقه الاعاقه الذهنيه والفكريه اللي ممكن انت توقف في حياتك ما تكون عندك الفكره انك انت تجتاز العقبات والصعوبات في حياتك انت بس خل عليك الاصرار في ذاتك والثقه بالنفس وربك يحلها ويوفقك ان شاء الله في كل امجالات وصلنا لختام حلقتنا لليوم ان شاء الله استفدتوا في مختلف الفقرات اللي قدمناها لكم والباقات المختلفه دائما في برنامج راكب شباب منكم واليكم اخوكم احمد الله في امان الله